أشكر حضرتك وبشكر السيد الوزير على العرض. أنا عاوز بس في عجالة كده أتكلم على الوضع العالمي الأول في ثانية. هو إن إحنا كنا كل اتجاه العالمي كان ماشي في طريق العولمة. بعد الكوفيد والإجراءات اللي حصلت، الأحداث اللي حصلت في الآخر، بقى في حد أدنى من الصناعات مطلوبة في كل بلد، وابتدت كل بلد تبقى عايزة يبقى عندها سلاسل الإمداد بطريقة مختلفة وإلى آخره. بالنسبة للجزء المحلي، أنا قبل ما اتشرف بتكليفي بالبنك المركزي كنت جزء من مبادرة رئاسية اسمها ابدأ. المبادرة دي كان الغرض الأساسي منها توطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة. الرسالة هنا هي أن أنا اكتشفت بالتعامل المباشر واحتكاكي بالسادة صناع والتجار ان التجارة اسهل بكتير، والصناعة صعبة ومحتاجة جهد اكبر وجهد اطول. وانا بس بقول لحضرتك لو في حاجة كويسة طلعت من الازمة اللي احنا فيها في العالم كله وفي مصر اللي هي جزء من العالم، هو ان تم التركيز على الصناعة في الدولة ومقطاع الخاص. بديت اشوف اياميها مستوردين كان كل اللي بيعملوا استيراد بيحاولوا يجيبوا التقنية والنو هاو من بره ويشتغلوا في الصناعة اللي هي الصناعة طبعا عارفين أصعب ومدتها أطول.